السلام عليكم، صباح الخير عليكم، حيت باقي الصباح ضروري نقول لكم صباح الخير. واليوم نهار العيد، نهار جميل، نهار ديال الفرحه، كنقول لكم عيدكم مبارك، تعيدوا تعاودوا باش ما تمنيتوا جميع المغاربه العالم، كنقول لكم عيدكم مبارك من هاد الطبيعه ومن هاد اللون الازرق، اللون الازرق الجميل، اللون الشمالي، هذا اللون الشمالي ديال الشمال اللي معروف به الشمال. كنقول لكم عيدكم مبارك، تعيدوا وتعاودوا باش ما تمنيتوا ان شاء الله. كنعمل لكم فيديو من الدار ديال يما، جيت نعيد معها وقلت ضروري نقسم معكم شويه ديال الاجواء العيد، وتشوفوا الطبيعه وتشوفوا اجواء الباديه. ما شاء الله احسن عيد هو في الباديه، خصوصا في الدار ديال الوالدين، ديال الام، ديال الاب. مهم شي حاجه اللي صراحه ما كتعودش، والله يخلي لكم والديكم. واش نقول لكم، انا فرحانه بزاف بزاف حيت عيطت مع يما، والجو غزال، الطبيعه، الخضوره، وانتم كتشوفوا معايا كل شيء. وجاوني تعليق بزاف علاش كتغبر، انا قناه اليوتيوب البنات عامله عير هوايه، راه ما عاملاها شي خدمه ولا كنتخلص بها، عامله عير هوايه. المهم عندي الخدمه ديالي دائما كنقولها لكم، على داك الشيء كنتعطل عليكم حتى كتكون شي فرصه عاد كنصور وكنعمل لكم فيديوهات. كنقول لكم عيدكم مبارك، واخا تعطلت عليكم عيدكم مبارك، تعيدوا وتعاودوا باش ما تمنيتوا ان شاء الله يا ربي. كما قلت لكم انا فرحانه بزاف بزاف حيت جيت للمغرب، عيطت مع يما، وصراحه فرحانه انا وفرحانه يما وفرحانه كلها العائله حيتاش عيطت مع يما. اخوتي حتى هما فرحانين، اكيد فرحانين بيا، واجواء العيد غزاله في المغرب، انا دائما كنجي نعيد في المغرب. المهم قويت عليكم، تشوفوا معايا اجواء العيد في الباديه شمال المغرب، شوفوا على الطبيعه غزاله، جبرت الطبيعه عندي ما قلت ضروري نصور لكم. المهم واخا تعطلت عليكم، انا بنات كنصور، المشكله ديال المونتاج هي اللي ما عنديش مع المونتاج. المهم غادي نقسم معكم اجواء العيد ديالنا، الحولي، المهم شويه ديال التقاليد المغربيه اللي صراحه غزاله التقاليد المغربيه، وحنا متعودين عليها، ولكن كل عام كل عام والفرحه ديالو زايده، كل عام سبيسيال، كل عام سبيسيال على 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 العام على العام اللي داز. المهم هذا العام هذا بالنسبه ليا انا سبيسيال، عيطت مع يما وبابا الله يرحمه، الله يدخل عليه الرحمه ويدخل على الرحمه على جميع الموتى ديالنا، واللي عنده شي والديه يتهلا فيهم، خصوصا اللي عندهم شي دويره د الوالدين، تهلاو في الدويره د الوالدين ديالكم، ما تركوهاش، تهلاو فيها. انا كنوصيكم تهلاو فيها باش تجيو تشموا النسمه ديال الوالدين وترتاحوا فيها. شو انا الدار ديال بابا كنجيو كنرتاحوا فيها، فيها يما فحال الملكه. المهم يما مريضه الله يشافيها، هذه 3 سنين وهي مريضه. المهم كنقسم معكم كل شيء، ولكن كنجي اي كنوصل لهاد البلاصه هادي كنفرح، وكتبدل الحياه ديالي، وكنتفكر الذكريات ديالي كيفاش كنت صغيره كنلعب في هاد البلاصه هادي، كنفرح ملي كنرجع فحالي لاوروبا، كنرجع وحده جديده، واخا كنجي مريضه بالحزن ديال اوروبا، وكاين الناس اللي مرادين بالاكتئاب، انا الحمد لله ما كنمرضش حيت عندي خوتي في اوروبا منسى معاهم، ولكن واخا كنكون قنطانه سواء من الخدمه سواء المهم اوروبا كنقنط، ولكن غير كنجي للدار ديال الوالدين ديالي كنفرح بزاف، وكنبدل الجو، مي كنطلع فحالي كنرجع وحده جديده. المهم انا عملت لكم هذا الفيديو كنقول لكم ما تركوش الاصل ديالكم والاصل ديال الوالدين، والمغرب ديالنا غزال، واخا نمشيو فيما مشينا كنبقاو المغاربه المغاربه المغاربه. المهم كنقول لكم عيدكم مبارك، انا غادي نقسم معكم العيد ديالنا، تشوفوا العيد ديالنا صافي. المهم الى عجبكم الفيديو ما تنساونيش التعليق ديالكم. دابا غادي نخرجوا برا باش نشوف مرات خاي كتخبز الخبز، والفقي ديالنا هو اللي غيدبح لنا الذبيحه. شو القطيطه ديال الله ربيناها، كان وعدنا بزاف ومساكن شرفو وماتوا، ودابا يلاه ربينا هذيك. المهم الصلاه ديال العيد اليوم واخا تعطلت عليكم، دابا غادي نخرجوا برا باش نشوفوا الضحيه ونشوفوا الفقي ديالنا غادي يذبح لينا. ومرات خاي ها هي كتخبز، شعلت الفران. بالنسبه لهذا الفران هذا يما كانت عدلاته، الله يشافيها، كانت عدلاته يما، كانت كتعدل الفران. المهم يما مولات الباديه جبليه لحقها، وطريقها كانت متوله تبارك الله عليها، ومرات خاي احتفظت عليها. دابا هذا عنده واحد 3 سنين، مي كانت يما راه كانت كتبيطو، كانت كتجيرو،
المهم هاد الذبيحه ديالنا العيد، دابا الفقي غادي يجي وغادي يذبح لينا. هذا هو العيد ديالنا حنا، ربيناه ما شريناش، يلاه عنده 7 شهور هاد العيد هذا. ويمكن نهضر بزاف باش نشرح لكم كل شيء. وخاي كيقول لي صورني 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 وانا كنصورو. هذا خاي عزيز عليا بزاف، خوتي كاملين عزاز، ولكن هذا سبيسيال هو اللي ساكن هنا وحاضر لنا الدويره ديال الوالدين ديالنا. اجي لعرض حد تهرب شوف شوف ها 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 البنات الله يدومها فرحة علينا. خوتي فرحانين بالعيد، العيد خرج غزال. المهم اي خوتي الذكورة بنات ما كايناش ما جاوش حتى الحمل اللي ما جي ان شاء الله. خوتي فرحانين بالعيد عجبهم، ويلا عنده 7 شهور ديك العيد ولكن خرج ليهم غزال غزال. المهم فرحانين بالعيد ديالنا، التقاليد المغربية كل شيء غزال، اتساع النقاوة. احسن عيد بالنسبة لي هو العيد في البادية، احسن عيد هو في البادية، اللي متفق معايا خليها لي في التعاليق. المهم ثم سمعتوا خوتي كيضحكوا فرحانين مع الفقي كيذبح ليهم، مرات خي كتخبز هما كيصلخوا. خساره خساره ممنوع التصوير الحولي كيتصلخ، راه واحد الحاجه غزاله غزاله بلا ما نقول لكم المنظر غزال. صافي كملتي كملنا الذبيحة ديالنا، مرات خاي خبزت دخلت الخبز ديالها كتلقم اتاي، حنا غادي نشوي، انا اللي غادي نشوي، مرات خاي دخلت تلقم اتاي، خوتي غادي يجيبوا الحاولي وغادي يغسلوا رجليهم ويديهم وغادي نجلسوا نفطروا. المهم جدا جابوا الحاولي ديالنا يتسقطر في هاد البليصة، هاد البليصة امنة نقية غادي يتسقطر، وحنا غادي نفطروا قدامه. واحد الاجواء غزالة، خسارة التي ما كيبغيوش نصور. المهم حنا فطرنا برا، باش نقول لكم حنا راحنا فطرنا برا والاجواء غزاله، غير عائلتي ما كيبغيوش انا نصور الماكله ونصور هذيك الشيء، خوتي ما كيبغيوش احترامات الناس. المهم هنا عملنا الحولي ديالنا يتسقطر واحد جوج سوايع ثلاثه ديال السوايع، وعاد غادي نقطعو حتى نفطرو عاد نقطعو. هنايا بالنسبه للكبده عملوا الاول، كنت عملت بولفاف، انا غنخلي لكم الفيديو في صندوق الوصف، كنت عملت بولفاف وخوتي ما عجبهمش، حنا الناس الشمال المهم عاوتاني الناس الشمال ما كياكلوش الشحمه هاد العام هذا، كيقولوا لي لا 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 ما تعملناش بولفاف، وجاوني التعاليق بزاف بزاف على الفيديو ديال العام الاول، علاش كتقول الناس الداخل، علاش الناس الداخل، الناس ديال الشمال والله ما يفطروا بالشحمه ولا ديك المسمن بالشحمه لا والو، ما كيفطروش بديك الشيء وما كياكلوش ديك الشيء، هذا قليل 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 الخليع وكياكلوه قليل الخليع. المهم ناس الشمال معروف الفطور ديالهم ديك فطور خفيف، وحتى الشحمه ما كيدخلوش عليها. هاد العام هذا خوتي حضاوني قالوا لي ما تعملناش بولفاف حيت ما عجبهمش العام الاول، قالوا لي فيه الشحمه بزاف. المهم الناس الشمال ما كياكلوش الشحمه، المهم احتراماتي الناس الداخل، تبارك الله عليكم حادقين وبولفاف ديالكم وتبارك الله عليكم، المغرب من طنجه للقويره كل شيء حاده، كل واحد والتقاليد ديالو، غير حنايا ما كناكلوش الشحمه. انا عملت كبيده فيها شويه ديال الابزار والملحه وكنشويو غير واحد شويه، ما خصوش يجي مشوي بزاف. المهم هذا الشيء ما كان، وسمحوا لي بزاف الا كنت قلت في الفيديو اخر شي حاجه، اللي ما شافش الفيديو دعم الاول غادي نخلي لكم في صندوق الوصف. هنا شويه الكبده غير واحد شويه، ما كنشويوهاش بزاف، كيبقى فيها واحد شويه الدم حيت ماشي مزيان نشويوها. ايوا صافي غادي ندوزو نفطرو، حنا فطرنا برا، خوتي ما خلاونيش نصور، واحتراماتي ليهم واحتراماتي لجميع الناس. وكنقول لكم حتى الفيديو اخر ان شاء الله مع الطبيعه الغزاله، الدار ديالي يما الله يخليها ليا،
واللون الازرق الشمالي اللي معروف به شمال المغرب. كنقول لكم حتى الفيديو اخر ان شاء الله يا ربي، وتعيدوا وتعاودوا باش ما تمنيتوا ان شاء الله يا ربي. عاوتاني نعاودها لكم. السلام عليكم، حتى الفيديو اخر ان شاء الله.